وانا شايفه ان احنا نبتدي على طول كده نسخن واحنا واقفين بالاسئله بتاعتنا. عندنا ثلاث مراحل اسئله، انا مين او انا ايه، الاسره كلها بتشترك اوكي، وعندنا اختيارات وصح وغلط، الاطفال بس هما اللي بيشتركوا. لو عرفتوا تجاوبوا يبقى خير وبركه، جاوبتوا غلط خير وبركه برضو هتعرفوا الصح، ما عرفتوش خالص عندكم وسائل المساعده. يلا بينا نبتدي. يلا بينا. ايوه كده الحماس، ابتدوا معايا ونشوف على طول الاسره بتاعت حبيبه. انا مين او انا ايه، انا عاصمه السنغال. دكار. برافو يا الله. ايوه كده، انا عاصمه غانا. كوماسي. لا اكرا. انت ما... انا عارفها دي. لا انا جايبها معايا مخصوص عشان الاسئله دي. اوكي. انا صور يتم التقاطها من مكان مرتفع تعطيها صوره حقيقيه لسطح الارض ومعالمها. صور ساتلايت. لا خدوها في المدرسه، صور جويه. لا مش دي الساتلايت، سطحيه. اسمها صور... ايوه اسمها سطحية. ايه الجويه. برافو يا شيخ. بتذاكر معاهم. ماشي. هنا انا صور يتم التقاطها من اعلى وتظهر سطح الارض وتلتقط عدد اكبر من المواقع. فضائيه. ايوه بقى هي. أيوة دي بقى. ايوه بقى. ماما بيبقى مبسوطه. طيب ماشي. السؤال هنا كم ايه، انتوا سؤال صغير لغايه دلوقتي، انتوا بس ما جاوبتوش سؤال واحد. يلا. انا من اشهر الشعراء والكتاب في مصر ومن اعمالي نشيد اسلامي يا مصر انني الفدا. حافظ ابراهيم ده مين؟ لا. خمسة. مصطفى احمد؟ لا. مصطفى احمد مين؟ أربعة ثلاثة اثنين واحد. مصطفى صادق الرفع يا أستاذ يحيى، ذاكرناها. ماشي. هنا أنا عالم فيزياء وكيمياء مصري استطعت أن أحقق نتائج عظيمة في مجال علاج الأورام بدقائق الذهب. مجدي يعقوب؟ لا. مصطفى برضه. معرفش. مصطفى برضو. ها. خمسة أربعة ثلاثة. خدتوها والله. اتنين والله خدتوها. مصطفى أمارك. واحد. مصطفى السيد. مش ممكن.